الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله المصطفى الأمين حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وعمل صالح إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك يا رب تعلم ولا نعلم. أيها الإخوة الأعزة، نتابع كلامنا بخصوص ما ينبغي أن يتصف به الإنسان المؤمن، بخصوص ما ينبغي أن تتسم به شخصيته. وهذه القضية ليست مسألة ثانوية في حياتنا، إذ الدين في جوهره يقصد إلى هذا. الغرض من الدين هو أن يكون إنساناً من طراز خاص. الغرض من الدين أيها الأحبة هو تخريج الإنسان الصالح، وهذه القضية ليست سهلة. ليس من السهل أن تنشئ أبناءك على الصلاح والإصلاح، وليس من السهل أن تكون من نفسك شخصية يرضاها الله تعالى. الله يكثر خيركم، عاونونا شوية بالسكوت، الله يكثر خيركم. الله يجزاكم بخير، الله يرحم الوالدين. راه تشواش ماشي معقول، راه حرام. صلوا على الحبيب. احنا كنهضروا في هذا. ليس من السهل ان تجعل من نفسك شخصية متزنة كما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم التوازن البديع بين الدنيا والآخرة، بين المادة والروح. تلكم الرسالية الهائلة التي كانت عند الصحابة، نعني بالرسالية الهدف والقضية التي يعيشون لأجلها. مشكلة المسلمين اليوم أيها الأحبة، لا أتحدث عن المصلين، عن رواد المساجد، لا أتحدث عن عمال المراكز، لا أتحدث عن الركع السجود. صحيح نتحدث عنهم كذلك، ولكن الكلام هنا عن الأمة. مشكلة الأمة اليوم أنها وإن شهدت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن روحها ليست على ما يرام، لكن وجهتها دنيوية محضة. هذه المعضلة. فلذا انظروا ما الموضوع الذي يتحدث الناس فيه كثيرا اليوم؟ الدنيا. ما القضية التي غرق الناس فيها؟ الدنيا. ما القضية التي حكمت وتحكم العلاقة ما
بين الكثير من الرجال والنساء؟ الدنيا. هذه المسألة ليست عادية في حياة المسلمين، ليست عادية أيها الأحبة، ليست عادية أن يصبح المعيار الذي عليه بناء كل شيء هو الدنيا. صحيح المادة لها مكانتها، ولكن ليست إلها. انظر آباؤنا وأجدادنا، كانت الدنيا في حياتهم قليلة في الغالب، ولكن كانوا سعداء. انظروا العلاقة بين الأزواج كيف كانت، انظروا كيف كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، كيف كانت علاقة علي بفاطمة. أعظم زيجة أو من أعظم الزيجات التي عرفها التاريخ. ماذا كانوا يملكون؟ كيف كانت علاقة أسماء بنت الصديق بالزبير بن العوام رضي الله عنه وهو زوجها؟ لما تزوجته كان يملك فرسا يجاهد به في سبيل الله، وناضحا يسقي عليه الماء. وكانت رضي الله عنها تقوم بأشغال البيت، وكانت تخرج لتأتي بالنوى لناضح الزبير، تأتي بالعلف فيتعاون الناس. ولكن بالتأكيد كانوا جميعا سعداء، بالتأكيد، بل كانوا من أسعد الأسر، وهي بنت أبي بكر وزوجها الزبير حواري رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. الدنيا لا تصنع السعادة، كونوا على يقين، هي مطلوبة ولكن لأجل غيرها. أما السعادة فشيء مرتبط بالقلب، بالقلب. فمن ثم كان الشغل الشاغل للعقلاء والأولياء والأصفياء، كان شغلهم الشاغل تطهير قلوبهم وتزكية أنفسهم. مما يروى عن أحد كبار العلماء في الطواف وهو يطوف في الحج، لم يزد على دعاء واحد في الطواف كله، يقول: رب طهر قلبي، رب طهر قلبي. فهذه هي المعركة وهذا جوهرها. فلذا كان المؤمن الذي يرضاه الله تعالى مؤمنا مشغولا بطهارة قلبه، مشغولا بتطهير قلبه. وإن هذا القلب أيها الأعزة يطهر أساسا من محبة ما لا يحبه الله، وهذه معركة كبرى حقيقة، أن يصبح القلب لا يحب ما لا يرضاه الله. صحيح المؤمن قد يقع في معصية لأنه ليس معصوما، ولكن المؤمن يكره المعصية دوما وإن وقع فيها، فإنه لا يحبها. فلذا إذا وقع فيها كأنه جلس على النار. تأملوا معي قوله تعالى: إن الذين اتقوا. والتقوى هذه لها محل ذكره الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير ثلاث مرات إلى القلب هنا. والحقيقة أن كل شيء هنا، حتى المرض هنا، حتى الخوف هنا، حتى تقدير لما لا يليق هنا، وحتى محبة ما يليق هنا. فمن ثم ما نراه في الحياة هو نوع ما من الانعكاس لما هو في القلب. فإذا كان في القلب الخوف لن تجد الإنسان شجاع، وإذا كان في القلب تعظيم ما لا يحبه الله ستجد الإنسان يبذل من أجل أن يصل إلى ذلك القلب. وإذا تغير ما في القلب تغير السلوك. من أجمل النكت
التي حكاها لنا أحد أساتذتنا الكبار، وهو يبين هذا المعنى. قال: يروى في زمن ما، هذا في الخيال، كان هناك عملاق يعتبر نفسه هو العملاق الوحيد، لا أحد ينافسه في العملاقة نهائيا. فإذا بعملاق آخر يظهر في قرية أخرى، ولما ظهر العملاق الثاني سمع بالعملاق الأول، فكتب إليه رسالة: أما بعد، فأنا عملاق وأنت عملاق، يشرفني أن نتعارف ونتواصل ونلتقي. فجاءت الرسالة إلى العملاق الأول المزهو بنفسه، فلما وصلته الرسالة غضب غضبة رهيبة، قال: من هذا الذي يجرؤ علي ويريد أن ينافسني؟ والله لا أتجهن إليه ولا أدمرنه والقرية التي فيها. إياه قلبه صافي. فاتجه العملاق غاضب إلى القرية، إلى قرية العملاق رقم 2. فلما اقترب من القرية أخذت الأرض ترتج من وطئ قدميه، فإذا بالعملاق الثاني يرتعش خوفا. قالت له: زوجة مالك؟ قال: لا صافي النهاية، إن العملاق قادم. قالت له: أنا عندي حيلة. قالت له: استلقي، نم. فاستلقى وجاءت بإزار وغطته، غطت رأسه وبقيت قدماه طائشتين. فلما اقترب الأول: أين هذا الذي يقول ويقول؟ قالت له المرأة: الله يخليك سيدي، عافاك، غيب شوية، ما تموض ليش الدري الصغير، لا تنقذ هذا الولد الصغير. قال: كيف هذا صغير؟ قالت له: نعم، هذا ابن العملاق، أما أبوه سيأتي بعد قليل. كيف هذا ابنه؟ كيف سيكون أبوه؟ فإذا بشجاعته فأخذ يرتعش وفر. من الذي جعل الأول شجاع ثم جعله جبانا؟ شيء واحد ما في قلبه. هذه القصة كلها، هذه هي القصة. لماذا يقبل الإنسان الذل؟ لأنه يريد شيئا. لماذا؟ هذا حال. فإذا استوى ما في القلب أيها الأحبة استوت الحياة كلها. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا من درجة مجاهدتهم لأنفسهم أن جعلوا من هذه الأنفس لا تحب إلا مراد الله. وهنا تبدلت الخريطة. لما استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه وهو أبو سيدنا جابر، جابر بن عبد الله، لما استشهد وترك جابر، هذه القصة أشرنا إليها مرارا للطفها، جابر لم يبلغ بعد وترك له 9 أخوات ودين ففي الغد يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بجابر ويراه مهموما ويناديه: تعال يا ابني. فيقول له: يا بني، أتدري ما فعل الله بأبيك؟ قال له: وما فعل؟ قال له: لقد أحياه الله وقال له يا جابر. قال له: عفوا، لم يكلم الله أحدا كفاحا كما كلم أباك عبد الله. فقال له: يا عبد الله، تمنى علي. قال له: يا رب، أتمنى أن ترجعني إلى الدنيا لأموت من جديد في سبيل الله. انظر، الناس عادة يفرون من الموت ويخوفون من الموت، ولماذا أصبح الصحابة رضي الله عنهم يحبون الموت؟ لأنهم يحبون ما يحبه الله عز وجل، يحبون هذا. ونحن نتحدث عن النفس والقلب، يستوقفنا ما حدث لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وهي أول موقعة مباشرة مع الروم، وكان خالد يومها حديث العهد بالإسلام مجاهدا عاديا في جيش المسلمين، وهذه في حد ذاتها فيها تربية عجيبة نفسيا، لأن خالد كان ضابط كبير، كان من أكبر القادة العسكريين عند المشركين، ولما أسلم أصبح جنديا بسيطا، ومع ذلك ما عنده مشكلة.
لا يهمه الموقع الذي يقاتل فيه، إنما الذي يهمه أن يقاتل في سبيل الله، هذا الذي يهمه. ففي هذه الغزوة فيها جعفر، فيها زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، هؤلاء الأمراء الثلاثة، وكلهم من أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعفر هو عمه، وقد عاد على التو من الحبشة بعد الهجرة، جاء من الحبشة وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فسعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لست أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان عمه وقريبه وشبيهه رضي الله عنه، وهو الذي يكنى بذي الجناحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما الأمير زيد؟ فإن استشهد فجعفر، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة. ودخل الناس هذه المعركة الرهيبة، وكان عددهم 3000، وعدد الروم أكثر من 100,000، شيء غريب. حتى إن الصحابة قبل الموقعة، والصحابة لم يكونوا مجهزين كجيش الروم، جيش نظامي مدرب ومسلح، أخذوا يتشاورون، ومن حقهم أن يرجعوا لأن العدد يضاعفهم. ولكن قال لهم زيد أو غيره: أيها القوم، والله إن التي تفرون منها للتي جئتم لأجلها. أنتم لماذا جئتم؟ ماذا تريدون؟ الجنة. فما المشكل عندكم؟ فتوكلوا على الله ودخلوا المعركة، وأبدوا فيها تضحيات جسيمة جدا. لما استشهد زيد أخذ جعفر راية، وكان رضي الله عنه يأخذها بيمينه ويقاتل بشماله شريفا لها، فلما قطعت يمين شماله أخذها بشماله، قطعت يمينه أخذها، ثم قطعت يمينه، ثم عانق الراية حتى قطع نصفين، فقطعت كلتا يداه رضي الله عنه، ليأخذها بعد ذلك عبد الله بن رواحة. في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة وقد أبدله الله جناحين يطير بهما حيث يشاء. لما أخذها زيد رضي الله عنه وهو على فرسه وتقدم، وهو يرى البحار من الكفر ويرى الموت ينتشر، أخذت نفسه تسول له بأن يرجع إلى الخلف، وكان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشعارا بقيت أعزائي مخلدة تبين هذا الحوار اللطيف الذي يكون بين العبد وبين قلبه، هذا القلب الذي يحتاج حقيقة إلى أن ينهض نوعا ما من المغوب العجيب. فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشطرن، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حباب الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديتي. فأخذ يخاطب نفسه ويتمنى أن يصيبها ذلك الرمح الكبير الذي أصاب أخويه قبله، وهما زيد وجعفر رضي الله عنه. فاستشهد رضي الله عنه في معركة الموت هذه. هكذا كان الناس أيها الأعزة يأخذون بنفوسهم وقلوبهم إلى الله، ولو تطلب ما تطلب. نحن بفضل الله تعالى أكرمنا الله بالأمن، أسأل الله أن يزيدنا أمنا، وأكرمنا سبحانه بالعافية والسلامة، وأكرمنا سبحانه بالخير العميم، ومع ذلك تجد أنفسنا تستعصي علينا، وتجد الكثير من الأحبة يعيشون عبودية وقد أراد الله لهم الحرية، فتستعبدهم المادة أو تستعبدهم الشهوة أو تستعبدهم الدنيا أو 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 أو، وهذه كلها أيها الأعزة لا يصلح أن تستعبد العبد، لأن المؤمن عبد لله وحده بدون شريك. فلذلك كان أول ما ينبغي في تعاملنا مع أنفسنا أيها الأحبة هو أن نحاسبها محاسبة شديدة، هذه الخطوة العملية الأولى، أن نحاسبها على أفكارها، على همومها، على اهتماماتها،
أن نحاسب أنفسنا على العمر الذي مضى وماذا جنينا فيه، أن نحاسب نفوسنا على طبيعة العلاقات التي تربطنا بالدنيا كلها، أن نحاسب أنفسنا على الليل وما نفعل فيه، على النهار وما نكتسب فيه، أن نحاسب أنفسنا على الضعف الذي نضعفه، أن نحاسب أنفسنا على الذل الذي نجد أنفسنا فيه حينا بعد حين. أن تحاسب نفسك، ولا يمكن البتة أن نحاسب أنفسنا إلا إذا كان عندنا ميزان. هذا الميزان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجبات هي الأرباح، والذنوب هي الخسائر، والنوافل هي الواجبات هي رأس المال، والنوافل هي الأرباح. فأن ننظر في حياتنا وماذا نجني وماذا نفعل. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا معنى دان، حاسب، يحاسبها. ثم بعد المحاسبة أيها الأعزة تأتي مرحلة التوبة والإقلاع. التوبة عادة يتصور الأحبة أنها من الذنوب، صحيح التوبة تكون من الذنوب، ولكنها تكون من التقصير كذلك، وتكون من التفريط كذلك. أنا كان بإمكاني أن أحقق نتيجة كذا وحققت أدنى منها، لا كان كل صافي بركة، ما كاين مشكل، لا ما كاين مشكل، لاش ما كاينش. والله تعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن بصيغة التفضيل. فأنت لا تعمل العمل الحسن فحسب، وإنما تعمل العمل الأحسن. ثم بعد التوبة أيها الأعزة يأتي دور المشارطة، والمشارطة هو أن تقطع عهدا على نفسك وتشترط عليها وتلزم نفسك بأمر. تقول مثلا: هذه السنة سأحقق فيها كذا وكذا، في العلم، في التربية، في المحافظة على الصلاة، في علاقتي بزوجتي، في علاقتي بزوجي، في علاقتي بوالدي، في علاقتي بأبنائي. فتضع لنفسك شروطا، لأن لا بد بإذن الله أن تكون هذه السنة هي سنة كذا وكذا وكذا، فتشترط على نفسك وتلزمها بذلك، وتضع هذا الشرط نصب عينيك تتذكره، لا تغفل عنه طرفة عين. فهذه الخطوة أيها الأعزة الثالثة العظيمة والكبيرة. ثم تأتي الخطوة الرابعة، وهي مجاهدة النفس على الوفاء، والمجاهدة هي حملها على ذلك وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك. فإذا استحضرنا أعزائي هذه الخطوات الخمس مع الدعاء ومع التوجه إلى الله ومع الصبر ومع المصابرة، يمكن أن يكون غدنا أحسن من يومنا. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا من بيده ملكوت السماوات والأرضين، آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.